السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اول حاجه جمعه مباركه، الله يدخلها علينا وعليكم بصحه وسلامه وبالهنا، والله يتقبل جميع الاعمال يا رب. هنا حبايبي هذا الفيديو خفيف ظريف وغادي يعجب بزاف ديال الامهات والاباء. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم كيفاش نصاوبوا التليبس ديال القرعه في الدار، سناك صحي منزلي 100% لوليداتنا ولينا حتى حنا، بما ان اليوم الجمعه تنتجمعوا على فيلم، وقلت ان شاء الله غنصاوب واحد السناك صحي لوليداتي. اول حاجه درتها هو انني خرجت للكراج، دخلت هاد الديهايدريترز ديالي بما انهم كانوا في الكراج الغبره وداكشي. اول حاجه غادي ندير هو انني غادي ان شاء الله نديهم ونغسلهم ونشفهم مزيان وعاد نرجع معكم باذن الله. صافي هنا كي تشوفوا معايا غسلتهم مزيان، مسحتهم واللاطات كذلك. كل ديهايدريتر كيجيب 5 لاطات، دونك عندي 10 لاطات هنا. صافي هنايا غادي نصوب ان شاء الله تشيبس بيو، دونك غادي نحتاجوا القرعه تكون بيو كي تشوفوا معايا. هذه اورغانيك، غادي نغسلها ان شاء الله مزيان. وهنا جبت هاد الجوج، قلت غنشوف اللي رقيقه فيهم هي اللي غنستعمل، ما عرفتش شكون هي اللي رقيقه، غادي نجرب وغادي نشوف باذن الله. كي تشوفوا معايا الكرعيه غسلتها مزيان، قطعت لها هنايا الجناب، ودابا ان شاء الله غادي ندوس ونبدا نقطع فيها سلايس شرائح. طيب هنا درت واحد التجربه وغنشوف هنا عطاتني هذه اللي رقيقه عندي، عطاتني هذا السمك هذا كي تشوفوا معايا، وهذه حتى هي رقيقه ولكن هذه شويه انا بحال بحال لا هذه رقيقه. دونك انا غادي نديرها ان شاء الله في هذه لان هذه رقيقه بزاف، لان بغيتها باش ملي نديرها في المجفف الكهربائي تجفف ليا دغيا. تشوفوا معايا كتجي دايره بحال شي ورقه رقيقه بزاف هكا مزيان. هنا دابا ان شاء الله منين قررت غادي نديرها في هذيك اللي الموس ديالها اللي تتقطع لي رقيق، غادي ان شاء الله هنا نكمل كل هاد القرعه اللي عندي هنايا باش نرجع معكم باذن الله. هنا بغيت نشير الناس اللي ما عندهمش هاد المجفف الكهربائي، ممكن اننا نديروها في اللاطه وندخلوها الفرن. الفرن نديرو على اقل درجه عندنا بحال 200 190 بحال هكاك، ما نجهدوش عليها. الا مشينا جهدنا عليها غادي تكرم دغيا، ولكن غادي تكونوا متاكدين انكم اللي غادي ديروها في القرعه وتسدوا عليها غادي تغمل لكم، لان غادي تجفف من على برا والداخل غيبقى باقي فيها المفازقه. دونك غادي نقصوا عليها مزيان ونخليوها النهار كله هي كتجفف على هذا على خاطرها مزيان. كنقيسوها بيدينا ملي كتفرتت لينا كل الوسط ديالها وكل شيء، راه كنعرفوها بانها راه اصبحت موجوده. انا كيعجبني ندير الديهايدريتور، كنتبع يعني داكشي اللي قالت لنا الوزاره ديال التغذيه وداكشي بالساعه وبلا تمبيراتور، وما كنتعذبش نبقى النهار كله مخليها زعما في الفرن. وكذلك الا حنا في بلاصه مثلا سخونه بزاف، ممكن اننا نديرو هاد الفف تحت الاشعه ديال الشمس ونحاولوا نغطيوها على الغبره على الدبان على فهمتي، باش حتى حاجه ما تطيح عليها وتقيسها باش تبقى لينا نقيه. يعني كاينين هاد الوسائل ممكن اننا نديروهم اللي ما توفرلوش المجفف الكهربائي. صافي كي شفتوا معايا هنايا انا راني صافي قطعتها ساليت وبديت كنعمر لاطات، عمرت لي هذيك الطاسه نعمر لاطات، ولا خصني عاوتاني غنبقى نقطع حتى نكمل ان شاء الله كل شيء. هنا كتلفى معايا واحد اللاطه عمرات، دابا ان شاء الله نجيب اللاطه الثانيه ونبدا نعمر فيها كي تشوفوا. غادي نهز ونبدا نعمر حتى نكملهم كلهم. صافي البنات هنا وجدت كلهم اللاطات، بقى عندي القرعه، بقى عندي جوج قرعات كبار ولكن لاطات هما كلهم عمرو. دابا ان شاء الله غادي ندوز غدا نحط اللاطات ديالي في هذا المجفف الكهربائي
نحطهم ان شاء الله باش نشعل عليهم. او ها الخامسه صافي، دابا ان شاء الله غادي نغطيهم. او هما الخمسه ثلاثه الاولين ديالنا صبحوا موجودين. هنا الكليبس ديالي غادي ندير فيهم ان شاء الله هنايا النسمه ديال الرانش، الرانش سيزنين كتعجب الدراري بزاف، سو قلت ان شاء الله غندير لهم فيها هذه. وهذيك الاولى ما درت فيها والو، ممكنكم ديروا فيها الملحه، ديروا فيها سموكت بابريكا، اي حاجه كتبغيوها تنسموا بها الكليبس ديالكم. اوكي سو دابا نفس الشيء هنا غادي نديروا الديهايدريتر ثاني، المجفف ثاني، نبدا نحط فيه اللاطات ديالو على هذا الشكل. اوكي دابا انا ساليت، غندوز دابا ان شاء الله ندير لهم بريز ونخدمهم. المجفف الكهربائي القديم هذا عندي ما فيهش، ما توقفش راسو، غادي ندير ليه انا غير هنايا الحراره، غادي نديرها ما بين 120 و 140، من الاحسن غنديرها في 125. 125 غادي يوقع لينا التجفيف ديالنا ديال القرعه مزيان، ما يبقاش فيه الماء، ما تغملش لينا من بعد. درت على 8 تسوي و 125 فرنهايت. صافي هنا كي تشوفوا معايا خليتهم لمده ديال 8 ديال السوايع، وغنشوفوا هنا سمعتوا، شوفوا كي ولاو، شوفوا شحال ولات صغيره منين تحيد منا دابا الماء ونشفات. دابا الديهايدريتر الاخر نفس الشيء، سو دابا ان شاء الله غنحيدهم من هنا. هكا انا كندير ديما في ما كتكون عندي بحال دابا القرعه كثيره كتشوفوا معايا، كندير ليها بحال هكا كنجففها حسن ما تخسر لينا مع القرعه، كنعرفوها بانها كتخسر دغيا. سو هذا كنطيب بها، كندير بها الشهيوات، كندير بها لاكيك، وملي كتطلع لهم في راسهم كندير ليها بحال هكا الشمعه فين تنتجمع انا والوليدات، وكنبغيو نديرو السناكس باش ما نديرش لولادي هنايا ياخذوا تشيبس وداك الشيء مقلي ديال السنقه، كندير لهم تشيبس ديال القرعه اللي كتشوفوا دقناها دابا انا ولدي حلوه، وديما حنا كناكلوها بحال هكا. اللي بغى يزيد فيها الملح راه كيزيد فيها، اللي كيبغي يزيد فيها شي توابل يزيدهم. ان شاء الله غنديرها معكم مره اخرى بالتوابل وبدا بمذاقات مختلفة ان شاء الله. هنا راه بقات لي شي حاجة، راه درتها المرة الثالثة راه في الديهايدريتر خدامة، ودابا ان شاء الله غنديرها في القرعة نسطوريها. كي تشوفوا معايا كاين الصدع لان هذاك الديهايدريتر خدام. صافي هنا كنكونوا حصلنا على الكليبس ديال القرعه، وكذلك يمكننا نستعملوا لولادنا في اللانش باكس ديالهم، تيكون سناك صحي ومصوب على اليد ومزيان. انا ولادي تيعجبهم، انا كنت فاستو حتى اول مره شحال من عام هذا قلت راه ما تعجبهمش، ولكن عجباتهم. وكتشوفوا معايا هذه هي الكليبس ديالنا، كنتمنى ان شاء الله الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، والا عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك وسبسكرايب.